ملكه جمال المغرب منوره الدنيا. و ايفنت بقى طبعا لسه يعني دور الملكه اللي جايه اهو بتجهز. شايفه الايفنت النهارده ازاي وملكه جمال العرب طول عمرها؟ والله اول حاجه عايزه اشكر الدكتوره حنان نصر على المهرجان الحلو ده وكل من شارك من قريب او من بعيد في الحفل الجميل ده. بشوف انه مهرجان ناجح جدا عربيا وان شاء الله يبقى عالميا. انا مش عارف اقول هارد لك على المركز الرابع ولا الف مليون مبروك لان ما فيش حد كان يتخيل المركز الرابع برضه. فانت شايفه ايه؟ نقول هارد لك ولا مبروك جدا؟ ده الحمد لله يعني ده حاجه مشرفه جدا والمنتخب متمكن يعني حاجه تشرف الحمد لله. بصي في اصوات كده انا ما اعرفش انت هتعلقي عليها ازاي بس بعض المغاربه قالوا انتوا فرحانين ليه يا عرب؟ ده احنا اصلا امازيغ وعجم وما لكوش حق تفرحوا. انت عايزه ترد على دول تقول لهم ايه؟ لا لا بالعكس، اول حاجه المغرب بلد عربي اول حاجه، يعني هو في اختلاف ثقافات، في الثقافه الامازيغيه الثقافه الافريقيه في ثقافات كتير لكنه بيضل بلد عربي طبعا. الله ينور بقى، شرف لينا احنا نكون عرب. شايفه انجاز بقى المنتخب ازاي وكنتوا بتتوقعوا ان الحلم يوصل للمستوى ده؟ هو فريق متمكن وكل تقريبا اغلبيه اللاعبين في المنتخب بيلعبوا في كبيره يعني انديه دوليه. انا عايز اعرف منك انتوا ليه سر يعني زي ما يقول لك المغربيه دي واحده من اجمل ملكات جمال العالم بقى، انتوا ايه سركم؟ والله البنت العربيه ككل بنت جميله الحمد لله. دبلوماسيه انتوا ليكوا حته لوحدكم كده محدش فاهمها، ايه السبب؟ يمكن حلاوه الروح يعني. الحمد لله. مين فتى احلامك من نجوم المصريين؟ مصر؟ لا 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 ده سؤال صعب جدا. والله الرجل المصري ككل يعني ما شاء الله رجل مسلم بيهتم بنفسه، جنتلمان بيهتم بالست اللي معاه. يعني انت مع فكره ان الرجل المصري رجل مميز جدا؟ مميز طبعا. انت بتزعل قوي من كلمه؟ لا 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 انا بشوف ان الرجل المصري مميز. حلو. طب انت تردي بقى على الست اللي تقول لك لا مش مميز وخدوه وبتاع تقول له ايه؟ لا لا ده كلام بقى. الراجل المصري راجل بيهتم بالست اللي معاه وبيعاملها باحترام يعني الراجل المصري راقي. ما شاء الله. طيب انا عايز اعرف بقى ناويه تمثلي وبتجهزي حاجه في التمثيل ولا الموضوع مش في اختراع؟ لا لا في ان شاء الله شغل في مصر وان شاء الله استقر عندكم هنا في مصر لانه في بلدي الثانيه دي انا عايشه في لندن ومصر دي ام الدنيا زي ما بتقولوا. نور الدنيا. وتقولي ايه بقى النهارده سنه جديده لجمهورك وكل الملكات الجمال؟ بتمنى التوفيق لكل البنات وان شاء الله اللي يستاهل يفوز وكلهم اصلا ما دام وصلوا للمرحله دي كلهم فايزين. شكرا جدا، ثانك يو، تشرف ليا.